الحقيقة هذا النوع من الاستثمارات بإمكانه أن يوفر الكثير من المزايا على الاقتصاد الجزائري، وذلك من خلال 3 محاور كبرى. محور أول يتعلق بالعلاقات الدولية من خلال قضية الاستيراد والتصدير، حيث يساهم من جانب في التصدير وتصدير هذه المواد، ومن ناحية أخرى في التقليل من فاتورة الاستيراد، خاصة ما يتعلق بالأشياء التي ترتبط بالقطاع الزراعي. الناحية الثانية اللي هي ترتبط بالمؤشرات الاقتصادية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالبطالة وتحسين هذا المعدل، ومن ناحية أخرى مستوى محلي يرتبط بتشجيع ساكني هذه المناطق للاتجاه نحو العمل في القطاع الرسمي بدل العمل في قطاعات أخرى تتعلق بالتهريب والقضايا التي تضر بالاقتصاد الوطني.